ما كانش رئيس حكومه باش كاع نعطيه رساله ديالي. غلاء الاسعار وبهاد عدم التشغيل وبهاد المسائل كلها اللي كيعانيوها. طبعا الشاره هذه من حقي كمواطن انني نحتج وندلي بالراي ديالي وكل شيء. هذه هي شاره سميتها شاره الغضب، ماشي اول مره كنلبسها، هذه ثاني مره وفيتني لبستها سنه تقريبا في شي 3 سنين هذه، وكنت خبرت بانه لبستها ضد الوضعيه الانيه اللي كنعيشوها لا داخل المحمديه ولا وطنيا بالنسبه للاحوال العامه اللي كيعيشوها المغاربه. طبعا هذه شاره كتدلي على الراي ديالي بانني غاضب على هذا الشيء اللي كنعيشوه هذا، خصوصا الان ما جا اللي تزادت الوضعيه تفاقما بهذا غلاء الاسعار وبهاد عدم التشغيل وبهاد المسائل كلها اللي كيعانيوها المواطنين، خصوصا الفئات الهشه والمعوزه وكل شيء. لا اله الا الله، نلبسها كنعبر بصفتي كمواطن انني غاضب على الوضعيه، هذا هو علاش لبست هاد الشاره، خصوصا فيما يتعلق بالوضعيه الانيه كذلك ديال المحمديه والخذلان والخيانه ديال المجلس للمدينه. طبعا كما كينشر ديال غدا في خسران حمادي كما كيقولوا الاخوان، حنا غاديين في الخسران صراحه، وغادي يكون ربما جايين للسكته كما قال سبق وقالها المرحوم الحسن الثاني، الخوف من السكته القلبيه، السكته جاي غادي للسكته ولا بدا غادي للسكته القلبيه وطنيا، الا ما دخلش واحد تلقيح جديد ولا هذا وما غادي يدخل تلقيح للانعاش من جديد وهذا واخراج الوضعيه من مركز العنايه المركزه، ما غادي يقدر يكون الوفاه كاع. ما كاينش رئيس حكومه باش كاع نعطيه رساله ديالي. لو كان رئيس حكومه كنت غنقول له رساله ديالي كمواطن، انا داوي على المسؤولين بصفه عامه، انما ما عندناش رئيس حكومه، ما كاينش. تحياتي.